السلام عليكم. اليوم بتكلم عن الكتاب اللي قلت لكم اني ابحث عنه من زمان، والان اخيرا لقيته، لقيت نسخه واحده في بيروت. طبعا اسم الكتاب عدالة السماء، انصح صراحه بقراءته، طبعا كلها قصص هادفه. نشوف هنا اللواء الركن محمود شيد خطاب، هو الشخص اللي مرت عليه القصص هذه وعايش احداثها. طيب ليش سموه عدالة السماء؟ او فيه طبعا نسخ ممكن تلقونها اسمها عدالة رب السماء. الكتاب هذا كله يدور حول شغلة معينة. الشغلة هذه إن فيه مجرمين سووا جرائم وأخفوا جرائمهم، وسبحان الله بعد سنين تقريبا ما نساهم الله سبحانه وتعالى، واتهموا في قضايا هم ما سووها وقتلوا على ضوءها. سبحان الله، يعني قتلوا على قضايا هم ما سووها، لكن كأن الله سبحانه وتعالى عاقبهم بقضايا هم خبوها من أول، ثم جاء من يتهمهم بعد 20 سنة أو 30 سنة في قضية وقتلوا على ضوءها. وهذه القصص كلها عايشها المؤلف اللي هو محمود شيد خطاب. طبعا في مقدمة الكتاب قال حاجة جميلة محمود خطاب، انتشر طبعا الكتاب هذا انتشار مرة واسع، والنسخ طبعا اللي في السوق دائما تنتهي، حتى حاليا يعني يمكن ما تلقون، أنا بحثت عنه ما لقيت إلا نسخة واحدة في بيروت. فسألوها السر، قالوا وش سر انتشار كتابك هذا وان الناس كلهم يعني ناس كثيرين حبوه، حتى انه يذكر في الراديو وخطب في الجمعة يذكرون قصصه. قال انا ما ادري وش السر، لكن الشغلة الوحيدة اللي انا اعرفها اللي هو الصدق. طبعا لدرجة ان الكتاب هذا ترجم للتركية والأوروبية والغسلافية وحتى الأردية والهندية، ترجم الكتاب هذا والقصص. فلما سألوه قال الصدق، كلمة جميلة جميلة جدا. فطبعا ختم هنا في مقدمته قال يعني تلك هي عصارة تجربتي في الحياة، فمن أراد أن يأخذ بها خدمة لنفسه ولأمته فليفعل، والعاقبة للمتقين، ومن أراد أن يرفضها اليوم لسبب أو لآخر فسيأخذ بها غدا، وإلا سيموت وهو على قيد الحياة. يقصد أن علمك إذا نشرته أو إذا علم نشرته بدون صدق وقصص غير صادقة ما راح تنتشر. أختم بقصة من الكتاب هذا، قصة وبختصرها مرة. يقول كان في واحد في بغداد عنده محل صغير حق خضار، فغالبا يجي في آخر اليوم يجمع الفلوس البسيطة اللي جمعها وروح يوديها لعائلته، ودائما فرحانين ومبسوطين إذا شافوا الخير هذا في يد أبوهم. هذا الرجل البسيط الفقير مرة من المرات قفل محله، انتهى دوامه، راح الملحمة واشترى له بعض اللحم لعياله، وهو رايح على الطريق جاء واحد طائش واصدمه، بعدها على طول مات. بعد الحادثة هذه الأسرة اللي كانت تفرح بجية أبوها انطفى عنها كل الفرح، هذه ما صار يعرف عنهم إلا الحزن إلا الحزن. لكن من حسن الحظ كان ولدهم عمره تقريبا 14 سنة وعلى وشك يتخرج، فتخرج ولابد أنه يلتحق بالتجنيد الإجباري. طبعا المشكلة إذا التحق بالتجنيد الإجباري الرجل لازم يقفل محل الخضار ولا في أحد يكد على أهله، لكن حتى يفتك من قضية التجنيد الإجباري لازم أهله يدفعون مبلغ من المال. وش اللي سوت أمه؟ قررت أنها تبيع الغرفة اللي هم ساكنين فيها. الآن تبدأ قصة عدالة السماء. الابن التحق بالجيش، والأم باعت البيت وأخذت الفلوس حتى تدفعه للجيش حتى خلاص يخلصون ولدها ويطلع من التجنيد الإجباري. بعد ما أخذت الأم الفلوس اتجهت لمكان سيارات الأجرة، لقيت واحد من السواقين التكاسي وكان ما معه أي ركاب. قالت له أنا مستعجلة لازم أروح القرية الثانية. قال خلاص لازم تدفعين قيمة الركاب كلهم. قالت خلاص مستعدة أني أدفع قيمة الركاب وتودين الحالي. قال أوكي، راح ودها. لما جاء عند وادي قرر أنه يقتلها ويأخذ الفلوس اللي معه. سائق التاكسي وقف عند البرج، أخذ الأم جرها مع شعرها نزلها تحت في الوادي، ثم أخذ وطعنها إلى أن بدت تنزف. لما شافها هادت قال أيوه الآن ماتت، أخذ الفلوس اللي معها ورجع مكانه حتى يلبق سيارة الأجرة ويخفي الجريمة. وحتى يخفي الجريمة قال الزبون اللي كان معي وقفته عند البرج وقال خلاص مع السلامة أنا بمشي على رجولي، عشان كذا رجعت لكم بك. أخذ زباين من مكان الأجرة، اتجه للبرج، حب ينزل ويتأكد هل الحرمة الآن فعلا ماتت ولا لا، يبي يتأكد ويخفي الجريمة. الآن بتشوفون عدالة السماء كيف، أو عدالة رب السماء. نزل قال ميد الزباين أصبر شوي أنا بنزل أقضي حاجتي. راح نزل إلى مكان الحرمة المطعنة، لقاها باقية تنزف وتأن. لما شافها سبها وقال إلى الحين باقي حية؟ راح اتجه لصخرة كبيرة
شوف كيف الله عاقبه. أول ما نزل على الصخرة وحمل الصخرة لدغة ثعبان، ثم على طول مباشرة سقط صريع جنب المرأة وصرخ صرخة قوية. الزبائن اللي كانوا في السيارة على طول توجهوا وشافوا الرجل منسدح عند المرأة. مباشرة دقوا على الأسعاف، الأسعاف جت شالوا الرجال والحرمة ثم ودوهم للمدينة. على الطريق مات راعي الأجرة، وشوف كيف الله سبحانه وتعالى قاده مرة ثانية أنه يرجع للمرأة حتى يلدغها الثعبان ويقتله. المرأة دخلت في غيبوبة، لكن بعدها سبحان الله أحياها الله سبحانه وتعالى، ولدها رجع لها وتحسنت أمورهم، واشتروا حانوت أو محل خضار أكبر من اللي كان عندهم، والآن بيتهم على نهر دجلة من أكبر البيوت. وهذه سبحان الله كيف الله سبحانه وتعالى إذا أو أن الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل. المعذرة على الإطالة، لكن هذه أحد القصص البسيطة اللي ذكرها اللواء الركن محمود. إذا لقيتوا الكتاب في أحد المكاتب أعطونا اسم المكتبة لعلنا نعطيه المتابعين اللي حابين يقرون عن القصص هذه أكثر. كذلك أحد القصص الجميلة اللي ذكرها ذكر قصص عن أشخاص كانوا يشتغلون في الجيش، يشتغلون في الشرطة، كان مهمتهم فقط تعذيب الناس وتعذيب الأبرياء، وكيف الله سبحانه وتعالى عذبهم عند موتهم. بالتوفيق لكم، نستدعيكم الله.